أو مدبرين، لأن مدبركم واحد وهو المسيح، والكبير فيكم فليكن لكم خادما، لأن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. شوحب لا لها أمينين، إلى شولم زومي نهاية الأزمة وأخنا قارخ لا شمش ياثة وشماش كري كل الأيد سو أخنا أو خوشي بالأردلة وخلصت الزومنا تقصانا كل الأيد أكيد بالزمن الإنساني إحنا كلنا لما نكمل سنة نحتفل نسوي بيرثدي نسوي عيد ميلاد نجيب كيك نجيب عصائر ونجيب بيبسي ونسوي وليمة وندعو كل الأقرباء والأصدقاء هم اللي يحتفلون ويانا إنه إحنا كملنا سنة كبرنا سنة هذا شيء مفرح هذا شيء كلش مبهج هل بتقعد إيتا بس تخمتي إنه نطيلا أخنا نجروسلا خشاتا قملا رويلا خشاتا فهماثا نطيلا إنه أخنا قمنا بشك فهمه بشك رخ ما إيشا قبلنا بأذن زلتا في هذه المسيرة الإيمانية أو الإنسانية دا نتعلم هواية أكيد أنتوا قبل سنة مدارككم فهمكم ما كان نفس الشيء على من الناحية الإنسانية من الناحية الروحية سيفين نفس الشيء من الناحية الإنسانية إنه كل ما أكبر وكلنا إحنا ما شاء الله كبار وناضجين نفهم ممكن نفقد هواية شغلات ممكن أفقد نظر بس أصير أكثر حكمة أقوم أشوف أكثر براوية ممكن أنه أفقد صحة ممكن أفقد صبر ممكن أفقد هواي أمور بس بالمحصلة النهائية كنت أني أفهم هواي شون أعيش حياتي وشون أدبر أموراتي من جن طفل كانوا يؤكلوني كانوا يشربوني هسا كنت أني أكون مسؤول على نفسي بالمرحلة الأخيرة الكنيسة تحاول توضح صورة كلش جلية آبائنا اكتشفوها فلهذا عاشوا بتماس ويا يسوع عاشوا عيشة قريبة من يسوع إنه الأفكار اللي زرعوها بها بيهم الكهنة والفريسيين والكتبة اللي قعدوا على كرسي موسى اللي قعدوا على السلطة هي مو بالضرورة كلها صحيحة يا يسوع تياخذ من أفعالهم من تصرفاتهم فالدرس كلش 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 واضح إن كلها عم نتعلم منه شمون سمعوا للكلام اللي يقولوا واعملوا به واحفظوه مشمن قرق الشمخ لازم نسمع كلماتهم لأن مو كلماتهم هم كلماتهم موحاد من الكتاب من الكتاب المقدس إذا كان من عند الكلمات ما راح أقدر أسمعها يعني أنت مدى تعكس مدى توضح لي الكتاب المقدس شيء مني
اسمع كلامك لما انت تبني فكرك، تبني كلامك على الكتاب المقدس، توصلني الى الملكوت عن طريق الكتاب المقدس. فقط هذا الشيء اللي راح اسمعه. بس نفس الوقت لا اوذوز الاخوان العوالي تتسمون مثل افعالهم، افعالهم ابد ما تشابه اقوالهم. ابائنا القديسين انا اسميهم اللي عاشوا هاي الخبره الحلوه ويا يسوع، اكيد اللي وصلهم الامانه الايمان وصلهم عن طريق الرسل، اكتشفوا بالمحصله النهائيه انه شقد ما اكو سعاده، شقد ما اكو اكيد 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 اكو سعاده برا بالدنيا، بس هي سعاده وقتيه، سعاده وبهجه وفرح بس وقتي. السعاده الحقيقيه انه اني اكون مع يسوع، اني اكون مع المسيح. فلهذا بالقداس او بالطقس علمونا انه شلون يكون التركيبه مال 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 القداس. نفس الفكره عن حياتهم، انه اني ادخل بجياح، اني ادخل بفرح، اني ادخل ببهجه الى اللقاء بيسوع، اعوف كل هذه المباهج، اعوف كل هذا السعاده الوقتيه اللي موجوده بالدنيا، وادخل بجياح، ادخل ببهجه، ادخل بفرح على ان التقي بيسوع. فلهذا قداسنا يبدي بهذا الزياح اللي هو يعكس الايمان الحقيقي لابائنا، انه هذا المباهج، هاي السعاده الوقتيه موجوده ودائما متوفره، بس احنا نريد نعيش هذا الايمان هو لما نتحد بيسوع. راح يكون اكو هوايه بولاريه، راح يكون اكو هوايه انشقاقات، راح يكون هوايه اكو انقسامات، راح يكون هوايه اكو خلافات، بس لازم يكون عندنا ايمان انه يسوع هو يحفظ كنيسته، يسوع هو يسند كنيسته. فلهذا اذا سمعتوا انتم للعنيفه مال صبره انه يسوع اسس كنيسته بسلام مع رسله، راح يكون اكو انشقاقات، راح يكون اكو خلافات، بس لازم يكون عندنا ايمان انه يسوع راح يكون عنده كهنة مكرزين بهيما نتحدث، راح يكرزون بالايمان الحقيقي، راح يكرزون بالصورة الجلية، يعكسون الصورة الجلية للآب الرحوم، الآب العطوف، الله اللي يحبنا. فكلنا ندعوكم بهذا الأحد المبارك إنه نعيش هذا الإيمان ونعيش هاي الفرح الحقيقي إنه نلتقي بيسوع في القداس. آمين.